افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 53 مسجدا جديدا بالمحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية لافتتاح 314 مسجدا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. بهدف إعمار بيوت الله في الأرض والاهتمام بها مبنى ومعنى، وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان 53 مسجدا جديدا ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري على مستوى عدد من محافظات الجمهورية، مساجد شيدت جميعها على طراز معماري حديث وبتنظيم في البناء. اليوم في عد عملي على جماعات الضلال التي تشوه كل شيء، بنفتتح 130 مسجدا، منها تحديدا هنا 53 مسجد في محافظة الشرقية. الأسبوع القادم إن شاء الله سنفتتح 70 مسجدا، ليكون إجمالي ما يتم افتتاحه في 8 أيام يبلغ 200 مسجد. مصر بتعمل أكبر حركة يعني إعمار في بيوت الله في تاريخها، وما تم في 6 سنوات لم يحدث في عشرات السنين. وده بيؤكد على قد إيه الاهتمام بإعمار المساجد وتطويرها وإحلالها عشان تليق بينا كلنا، ده تليق بمصر الجديدة اللي احنا الزمن اللي احنا عايشين فيه من تطوير وتقديم خدمات. إن شاء الله القادم أفضل، وإن شاء الله افتتاحات أكثر وأكثر مساجد، مشروعات تنموية، مدارس، مستشفيات، طرق، كله إن شاء الله في مرحلة التنمية اللي بتعدي فيها مصر. مساجد جديدة تفتتح ومساجد يتم وضع حجر الأساس لها لتنتفي الدعاءات المغرضين وتتأكد سياسة الدولة المصرية أنها معول بناء لا معول هدم. نعطي رسالة في أن مصر تتقدم ومصر معطاءة، ومصر مهما كانت التحديات التي تواجهها فهي تحديات جوفاء، طالما أن الشعب المصري جميعا على قلب رجل واحد، نحن في وحدة صف حقيقية. هذه الشائعات التي تقال بين الحين والآخر والتي يريدها أهل الشر، إنما هي ستنكسر على هذه الصخرة، الصخرة العتيدة القوية جدا، صخرة الشعب المصري. القيادة السياسية على مستوى الجمهورية حريصة على بناء المساجد وعمارة المساجد، فلا ننساق خلف أي إشاعات أو أي ترددات على أننا نهدم المساجد وأننا نعمر المساجد ونبنيها بكل ما نستطيع من قوة. مساجد جامعة صممت بنظرة ثاقبة لتقام فيها الصلوات وتكون مصدر إشعاع للعلم والمعرفة. في عيدها القومية تزينت محافظة الشرقية بافتتاح 53 مسجدا جديدا، مساجد أظهرتها أيادي المسؤولين بالتعاون مع أهل الخير، بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. من محافظة الشرقية، وليد هيكل، التلفزيون المصري.